دلوقتي هنروح لسوهاج عشان نتابع تسليم مجموعة من الأجهزة التعويضية لعدد من ذوي القدرات الخاصة. طبعا يشرفني النهارده حضور هذه الاحتفاليه اللي من ضمن فعاليات اليوم العالمي للاعاقه. الاحتفاليه كانت مستهدفه لبعض من اولادنا من المدارس الفكريه المستحقين لدعم ومساعدات من ذوي الاحتياجات الخاصه، واللي مولها في الحقيقه احدى البنوك التجاريه بالشراكه مع احدى مؤسساتنا اللي بتعمل في مجال المساعدات والدعم العيني والمادي لأهالينا من المستحقين. حاجة جميلة جدا ان احنا نرى هذه المؤسسة بالشراكة مع جهة تمويلية بتبحث عن الحالات المستحقة سواء لمساعدات خاصة بسماعات لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص الإعاقات السمعية أو الحركية، فيما يخص الكراسي المتحركة. هي حاجة جميلة جدا إن احنا النهاردة شاهدنا بحضور السيد الوزير المحافظ طارق الفقي الإنسان الداعم رقم واحد لكل الفعاليات الإنسانية في محافظة سوهاج. حقيقة حاجة يعني فرحتنا كلنا إن احنا أسعدنا 46 أسرة خدوا 88 سماعة أذن للناس اللي عندهم إعاقات سمعية، بالإضافة لخمس كراسي كهربائية متحركة، بالإضافة لأربع كراسي عادية، بالإضافة لطرف صناعي. حاجة جميلة جدا، تكلفة بتتكلم في 465 ألف كأحد المساهمات المتعددة اللي احنا كوزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج اللي انا بشرف ان انا مدير مديريتها، ان احنا بنرعى هذه الاحتفاليات وبنسعى جاهدين لتقديم كل سبل الدعم لأهلنا ولأولادنا من المستحقين عشان نحط نقطة على الطريق الإنساني. جيت النهارده عشان استلم سماعه لابن ادم احمد عبد العال اللي هو مولود بضعف سمع شديد الى متوسط، وقبل السماعه كان بيعاني من ضعف السمع وما بيعرفش يحصل دروسه. طبعا السماعه احنا جينا صرفناها هنا من محافظه سوهاج بناء على توجيهات السيد الرئيس رئيس الجمهوريه دعم ذوي الاحتياجات الخاصه، وتشرف مشكورا سياده المحافظ انه سلمنا السماعه، والسماعه ادوها لنا مجانيه بدون اي مقابل. وأحب أشكر وزارة التضامن الاجتماعي اللي هي سندانا وسند المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. أنا جاي مع ابني عشان يستلم السماعة ذوي الاحتياجات الخاصة من مدرسة شطورة، وأنا نشكر السيد الرئيس السيسي على اهتمامه بينا وبالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشكر المحافظ على برضو الاهتمام بالأولاد اللي ذوي الاحتياجات الخاصة دي، ونشكر كل اللي اهتموا بينا وبالدولة وبالدنيا كلها. يعني أنا جاي النهاردة نستلم السماعة ونشكر المسؤولين ونشكر الرئيس السيسي، وكل عام وانتم بخير يا رب، وعود علينا وعليهم بخير يا رب، ويجعلهم مزارات حسناتهم إن شاء الله، وربنا يكرمهم إن شاء الله ويجعلهم مزارات حسناتهم يا رب. جاي النهاردة أخذ أستلم سماعة لبنتي، واشكر الرئيس واشكر المحافظ اللي هو وفر لي ان انا اخد سماعه لبنتي عشان ربنا يكرمها ان شاء الله وتسمع زي اخواتها، واشكر السيد الرئيس السيسي على اهتمامه بينا. نشكر الساده المسؤولين على المبادره اللي عملوها معانا، ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادره ذوي الاحتياجات الخاصه، والسيد المحافظ طارق الفقي، ونشكر السادة اللي تابعونا هنا وتلقونا ورحبوا بينا.